السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو بنناقش أفكار رائعة للفيلسوف العظيم شوبنهاور. طبعا فيلسوف شوبنهاور يعني من أحب الفلاسفة قلبي. المهم، القطيع والشخص العقلاني. يبين لنا الفيلسوف شوبنهاور سبب كره القطيع للشخص العقلاني، حيث يقول: أكثر ما يكرهه القطيع هو إنسان يفكر بشكل مختلف. القطيع لا يكره رأيه في الحقيقة، ولكنه يكره جرأة هذا الفرد في امتلاك الشجاعة للتفكير بنفسه كي يكون مختلفا، وهذا تحديدا ما لا يعرفه القطيع. طبعا هاي عبارة كثير رائعة ونشوفها في الحقيقة، انه يعني كيف اوصف الامر، بيكون في عنا يعني قطيع من الناس بيتبعوا افكار معينة، واذا حدا جرى يختلف عنهم يعني بيزعلوا كثير وبيعصبوا، ويمكن يطلقوا عليه اوصاف سيئة زي غبي أو أحمق، أو حسب إيش السياق يعني اللي اختلف فيه يختاروا له وصف سيء. طب ليش اختاروا له وصف سيء؟ لأنه تجرأ إنه يختلف عنهم. بالعكس، الاختلاف شغلة جميلة، وربنا خلق فينا جميعا يعني اختلافات، فهاي الاختلافات لازم إنه ما ننبذ بعض أو نكره بعض، لازم نتقبل بعض يعني، ونتيح لبعض يعني كيف نوصفها، يعني نحترم اختلاف بعض. هاي شغلة كثير رائعة، ونتوقف عن انه نكره حدا لو انه حاول يفكر بطريقة مختلفة. هذا غلط كبير. واسأل الله العظيم يسعدكم، واسأل الله العظيم يهدينا جميعا نحو الخير. كل المحبة والاحترام لكم.